ضيفنا طبعا يلي بيعز علينا المدرب الرياضي ادي نصر. 1 2 3 يبقى صباح الخير. صباح النور. ادي صباح الخير. بونجور. يعني احنا دائما ما بيخلص عالم الرياضه، دائما في معلومات لازم ناخذها، ودائما بدنا نكون اب تو ديت، يعني في معلومات جديده توصل لعندكم وانتم عليكم تنقلوا لنا اياها. تفضل. جوزيف، بدي اقول صباح الخير لكل المشاهدين اكيد، ولضيف ادي ناصر، بس يكون ادي موجود. يعني في تيبس، في قصص مهمه عم نحكيها ومعلومات كثير مهمه للمشاهدين. بين كل فتره وفتره بتوصلنا اسئله على السوشيال ميديا، هذه الاسئله طبعا لازم يكون في حدا بروفيشنال يقدر يجاوب عليها ونساعد العالم ليعرف الاجابات بطريقه تكون كمان بروفيشنال. ادي اليوم موجود معي كرمال في عنا يعني عدد من الاسئله الرياضيه اللي خاصه بالصحه، اللي خاصه بجسمنا، اللي خاصه يمكن حتى كمان باللايف ستايل تبعنا بشكل عام. ادي رح يكون انت حتجاوب على هالاسئله، اسئله سريعه قد ما فينا كمان نلخص بالاجابات لنقدر نسال كل الاسئله بيكون ممتاز. كيفك اول شيء؟ منيح تمام الحمد لله. اوكي، ما فيك تقول كيفك، ما فيك تقول منيح، بدك تبلش. بدي استفيد منه. خلصنا. اوكي، ادي اول سؤال وصلنا، هو هل يا ترى لازم نضعف قبل ما نبلش سبار؟ يعني اللي بيكون مثلا وزنه لازم ينزله شي 10 كيلو مثلا او 5 كيلو وزن معين، هل لازم يضعفوا يعني يعملوا دايت بعدين يرجعوا يبلشوا سبار؟ اوكي، هذا السؤال اكيد اجى لعندك وبيسالونا اياه كل يوم نحن بالجيم. لا، اكيد فينا نبلش نعمل سبور قبل ما نضعف. هن اجمال العالم بخافوا من موضوع انه الفات اذا بده اذا كانت سيده او حتى شاب عنده فات بجسمه بخاف اذا بلش يعمل رياضه هذا الفات يشد وما يعود يروح او يتحول الى عضل، وهذا الشيء اكيد كثير غلط، لانه مثل ما كلنا بنعرف العضل هو تيسيو والفات تيسيو ثاني، وهن ديفرنت يعني ما خاصهم ببعضهم. لا بل بالعكس، يبقى هون بدي اقول لك شغله، كل ما عملنا عضل كل ما حرقنا فات اكثر. يعني اذا بدنا نحكي علميا، كل 4 كيلو عضل بجسمنا بيحرقوا 50 كالوريز، بينما كل 4 كيلو فات بيحرقوا بس 20 كالوريز. يعني فينا نقول اذا نحن ربينا عضل نحرق فات اسرع وكالوريز اكثر بمرتين ونص زياده. سو ما حدا يخاف، كل العالم عملوا سبور قبل ما تبلشوا تضعفوا. بس مش برايك الكارديو ازبط من الويت بهالفتره ولا لا؟ لا اوكي، الكارديو اكيد رح يحرق كالوريز اكثر. بس ليش كمان الويت ليفتنج مهمه؟ لانه بيكون اذا واحد عم يضعف بده يشط عضلته، سو امام طبعا لازم يعمل البادي بيلدينج، الاثنين يمشوا مع بعضهم، يبلش على طول بالسيشن يبلش يعمل مسكولاسيون، هيك بتكون السورس انرجي تبعيته جايه من الكاربز. ساعتها اول ما يطلع على التابيرولون او على التريدميل دغري رح يبلش يحرق فات، وهيك بيكون عم يلاقي ريزلتات كثير كثير سريع. طيب مشي سريع او ركض لنحرق اكثر اسرع؟ اوكي، هون كمان ريليتد لحسب الشخص. اذا الشخص كان هدفه ينزل على الميزان، يعني ينزل وزنه بشكل سريع، أسرع. اكيد الركض احسن، لانه تقريبا كل نص ساعه ركض بتحرق 365 كالوريز، بينما نص ساعه مشي بتحرق 187 كالوريز. هون ما بيلعب دوره الهارت ريت كمان؟ هون كان بدي كفي. سو الاشخاص يلي بدها تشوف حالها على الميزان نزلت بسرعه تركض، بس الاشخاص يلي بهمها تنزل على الميزان بس بذات الوقت الفات تذوبه، هون بتعمل مشي سريع. وهون نحن ساعتها بنهتم كثير بموضوع الهارت ريت اللي لازم ما يتخطى ال 65% من الماكسيموم تبعولنا. يعني لازم نكون عم نركض او عم نمشي مشي سريع افضل من ركض، من دون ما نكون اللهد تبعنا كثير قوي. اذا كان اللهد تبعنا كثير قوي صرنا عم نحرق سكر مش فات. السكر يعني عم باخذ اخر كلمه من عندك لاسال، هلا اسال فيها سؤال لانه هذا السؤال كثير مهم. سكر، في كثير عالم بتاخذ سكر قبل الرياضه، شوكولا اي شيء، لانه بيقولوا ما يلا رايحين على الجيم خلينا ناخذ انرجي. مزبوط، هذا شيء صح؟ هذا شيء 100% غلط. بنشوف خاصه الشباب شوي الصغار بفوتوا على الجيم وحنين لوح شوكولا بايدهم، اكيد غلط، لانه السكر قبل التدريب بيعمل سبايك للانسولين، يعني بيطلع عنا الانسولين بنحس حالنا شوي انرجيتك، بس بنص السيشن بالتدريب رح نرجع نعمل شوت. مشان هيك ممنوع ناكل سكر سريع، فينا ناكل سكر بطيء او سلو كاربوهيدرات، يعني مثل مثلا اخر شيء بياخذوا موزه او تفاحه، يعني موزه او تفاحه، او فيهم الافضل بعد ياخذوا شويه رز اسمر او شويه باستا سمراء او اوت، هول بيكون الامتصاص تبعولهم بطيء بجسم، وبالتالي ما بيطلع الانسولين بسرعه وبيعطونا انرجي كل السيشن. سو السكر قبل التدريب غلط، هذا غير انه الاشخاص يلي يعني ما بيعطي انرجي، هذا غير الاشخاص اللي بتضعف ما لازم تاكل سكر، مثل ما كمان صرنا حاكيين فيهم كذا مره، السكر بيتحول بالجسم لفات مش بس انه سكر. يعني نحن بنعمل فات بجسمنا مش مره واحده، اكتشف مؤخرا انه عدو الانسان الاول اكثر من الدهون بعد حتى. نعم، بس هون بما انه حكينا على الاكل قبل التدريب، هون بدي اقول شغله، مش بس السكر ممنوع، في ناس بياكلوا فاست فود قبل التدريب، يعني الفات كمان الاكل الفات او اللحوم قبل التدريب منه منيح، لانه
هول بياخذوا كثير وقت للديجستيون للجسم يهضمهم، وبالتالي الدم وقت نحن ناكل فات ونفوت على الجيم الدم كله رح يروح على معدتنا مشان يهضم، وبالتالي ما رح يكب العضله، ومشان هيك بنشوف اشخاص ما بيستفيدوا. يعني هذا من الاسباب يلي بنشوف ليه اشخاص ما عم تكبر عضلتهم او ليه ما عم يتحسن، اكيد واحد من الاسباب يعني. نعم. ستريتشنج بنعرف انه لازم قبل ما نبلش سبار او قبل ما نبلش صف نعمل ستريتشنج اخر الصف اخر ساعة الرياضه، وكمان بنرجع نعمل ستريتشنج. ستريتشنج يعتبر بيحمي العضل هو كورم اب؟ لا، هلا بدي اقول شغله، الستريتشنج اكيد كثير مهم، الستريتشنج بيحمي من الاصابات يعني قصدي؟ اوكي، الستريتشنج ان كان قبل التدريب او بنص التدريب او من بعده كله مهم، لانه بمدد العضله وكمان بخلي جسمنا يضل فلكسبل كل عمرنا. بس تنقول انه هو بيحمي من الاصابه، لا، اللي بيحمي من الاصابه هو الورم اب او تحميه الجسم بالاول، وهون مزبوط، وهون تحميه الجسم هي ديفرنت عن الستريتشنج. يعني انا اذا عملت ستريتشنج ما بيحمي جسمي، انا بدي احمي جسمي، بدي اعلي التمبيراتور تبع جسمي شوي صغيره، وهذا الشيء بيكون بالعضلات الكبيره. طيب يعني اللي ما بيعمل ستريتشنج يعني كانه ما عمل سبور؟ لا ما خص، بس نحن انا عم جاوب اذا كان ايه، بس عم بحكي اذا واحد ما عمل ستريتشنج يعني شو بيتقلص عضلته؟ لا بس هو تمشان، انت بتعرف جوزيف يعني العضله بتصير كرسي اذا هلا انا بتضب عضله فخذي بتضب، اذا ضبت مثلا عضله الفخذ او الكوادريسيب بصير عندي وجع بظهري من هون، لانه كل ما هيدي سكرت كل ما شد من هون. مشان هيك الاشخاص مثلا عندهم وجع بظهره بنقول لهم يعملوا ستريتشنج للهامسترينج، يعني مشان هون اهميه الستريتشنج. بس نحن عم جاوب اذا بيحمي من الاصابات، لا، يلي بيحمي هو اذا نحمي جسمنا وقت الدم يجي بكميه كثير كبيره على العضل. نعم. وهذا الشيء بيكون بحركات الكارديو الركض او الجامب او هالقصص. نعم. في حركات المعدة ادي هيدا كثير مهم، لانه بنشوف كل البنات الشباب يلا كله على السيت اب على المعدة معدة معدة معدة، شو بيحرقوا كالوريز ولا بيحرقوا الفات؟ اوكي، يعني هيدا السؤال. يعني انا مثلا بدي لوسع اكثر، بدي ظبط معدتي، بدي ظبط لها الشيب تبعها. اوكي، مع المعدة بيمشي الحال ولا لا؟ اوكي، هلا بالنسبه لهيدا السؤال، ان كان السيت اب او الكرانشز او البلانك او كل حركات المعدة اللي بنعملهم بالجيم هن اكيد مفيدين لانه بيشدوا العضل، بس ولا 1% تقريبا بيشيلوا فات. مشان هيك الاشخاص اللي عندهم فات بمعدتهم مش حركات المعده اللي بتشيلهم الفات، بيشيلهم فات هو طريقه تغذيه معينه بعيده عن السكريات والفات وبلس الكارديو. بس لازم يعملوا حركات معده مشان يشدوا عضلات المعده، وبالنتيجه كل ما كانت عضلات المعده شديده كل ما حمينا الظهر. بس شغله، يعني فيها تكون انا معدتي قطع اذا فيني اقول، بس انه في كمان طبقه فات فوق صغيره اجمالا بيضل في طبقه فات. الاشخاص العاديين لو قد ما كانوا سبورتيف بيضل في عندهم طبقه فات، الاشخاص اللي بيطلعوا بكومبيتيشن على التي في هن اللي بينشفوا، هول اللي بينشفوا بينزلوا لل 3 و4%. شو الصحي الاكثر؟ لا اكيد لازم يكون في شويه فات، لازم. يعني ما لازم نوصل لل 3 و4% اللي بيوصلوا لها الاتلات، هن اصلا بيوصلوا لها خلال بفتره كثير قصيره مشان الشو على التي في يكون كومبيتيشن بالاحرى، بس انه ما فيها تكون كل يوم هيك. بس هون هبه بدي اقول شغله، في كثير اشخاص بتقول انه انا عندي فات بجسمي ببعدتي اذا بعمل كرانشز او معده حركات معده بشيرون، هو نحن ما نوطي التوتال بادي فات. يعني انا اذا عندي فات بمعدتي او بالبدايه هون عند النسوان اجمالا، ما فيني اقول اذا عملت اكزرسيس لهيدي المنطقه بينزل الفات، لا، لانه الفات هو موزع بكل الجسم، سو انا بدي نزله بكل جسمي عن طريقه اكل معينه وعن طريقه الكارديو. اوكي، سو يعني اذا حدا عم بيعاني من منطقه معينه من جسمه، يعني مش بس بيكون عم بيش يعني مش يعمل حركات كثير. مثلا اذا سيده عندها ترهل، انه اجمالا سيدات هون بيصير عندهم ترهل، اكيد يعملوا حركات البايسبس والترايسبس ليشدوا العضل. أوكي. بس الفات بده يروح بالكارديو. السبور او الماسلز يعني الورك اوت يلي بينعمل كمسكولاسيون بيأدي ينعمل وحده بدون ما يتاخذ اضافات بروتينز او الـ اوكي اكيد نحن بنقول كل شيء ناتشرال افضل، بس تنكون كثير صريحين، انا مني وجار ما حدا ما بياخذ بروتين، لانه البروتين عنده كذا ايجابيه، منهم اول شيء السرعه. يعني انا بتخلص ورك اوت مثلا اسرع لي اشرب سكوب بروتين من انه اوصل على البيت او احضر السفاين او التونه. هذا 1-2 البروتين اللي ناخده من السبلمنتس هو اجمالا بيكون زيرو فات زيرو شوجر، بينما اذا بدي اخده من اللحومات بده يكون فيها فاتس، والاشخاص اللي كثير عم تعد ما في ولا سايد افكت على الكبد وعلى في سايد افكتس اذا 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 تخطينا المعدلات. كل كيلو من جسمنا بحق لك تاخذ بين 1.2 ل 1.5 اذا كنت اتليت ادفانسد بروتين، يعني كل كيلو بحق لك هالقد 1.2 جرام اوف بروتين.
اذا انت ما تخطيتهم ما في ابدا خطر على الليفر او على الكبد او حتى طب بس الافضل من السبلمنت من ولا من من الاكل؟ برجع بقول اكيد من الاكل افضل بس السبلمنتس ما عندهم سايد افكتس، بتاخذه بطريقه مدروسه مش مبالغ فيها. لازم يتاخذوا بشكل سريع دغري بعد ما تخلص الوقت. اوكي هذا سؤال كثير كمان بيسالونا اياه. نحن قبل التدريب جوزيف لازم ناخذ ميل صغيره يكون في بقلبها تقريبا حوالي 20 جرام بروتين 40 جرام كربوهيدرات بطيء مثل ما قلنا قبل اللي هي يا شويه مكرونه يا شويه باستا يا شويه رز اسمر. وفينا اذا كنا ادفانس ناخذ 5 جرامات بروتين سوري كرياتين. هلا بعد التدريب معنا كرياتين باودر بده يكون هول كثير ادفانس. هلا بعد التدريب جوزيف معنا تقريبا للساعه تنفوت 40 جرام بروتين بس لنص ساعه تنفوت الكربوهيدرات لازم يكون تقريبا 60 جرام يعني صحن معكرونه متوسط تقريبا اوكي 60 جرام كاربس بدنا بعد اول نص ساعه بعد التدريب وبدنا تقريبا من 60 ل 80 وبدنا تقريبا 40 جرام بروتين. وهون كمان بدي اقول تب صغير انه الابسوربشن تبع البروتين اذا اخذنا بكل وقعه اكثر من 40 جرام ما بيمتص الجسم بتتحول لفات. مشان هيك كمان بيسالونا اسئله شفناهم وصلونا على فيسبوك انه نحن اذا رياضيين بدنا ناخذ قد ما فينا بروتين. لا اكيد لا غلط. كل وقعه بدها تكون تحتوي على 40 جرام بروتين بس لانه الاكسي تبع البروتين مثل الاكسي تبع السكر بيتحول لفات بجسم بيصير كونفورتد لفات. نعم عادة بس نعرق بنقول خي عم نحرق فات لك قد ايه عرقت لقيت لك قد ايه عم ينزل مني مي عرق يعني عم نخسر فات؟ لا اكيد هيدا كمان عن جد الاسئله كلهم عم بيكونوا مهمين. لا العرق ما بيعني انه نحن عم نخسر فات. العرق هو سكريسيون مي عم بيطلع من جسمنا عم نعمل ديزيدراسيون للجسم عم ننشف مزبوط ما خصوا ابدا بموضوع الفات مثل ما قال قبل جوزيف تنحرق فات ريليتد لقد ايه الهارت ريت عم يدقوا بدنا بده يكون الهارت ريت تبعنا تقريبا عم نشغله 65% شو هو المعيار او من وراء الساعات فينا نعرف او اذا ما نمشي مشي سريع بلا ما نلهوت كثير بده يكون نون ستوب لمده 30 دقيقه فرد صاحبي هيدا اللي بيحرق الفات. اوكي لما بشوف اوقات يعني بكون شمس كثير بكونوا عالم لابسين السونا سوت السونا سوت وعم يرقوا مي قبل الحلقه معكم هيدي جدا مش صحي هذا الموضوع. طب ادي عاده عالم بتقول انه انا بدي اروح اعمل سبارز الصبح انه لانه اضبط من اي وقت ثاني الصبح بحرق اكثر صح فالكالوريز قبل ما جاوبك على هذا السؤال كمان بما انه حكينا عن موضوع العرق في ناس بيستعمل هذا السنتور الاجمانه بيجي لونه ازرق كمان قال بلد بحطوه على الخصر بيقولوا انه بينبسطوا تيشلحوه بشوفوا عرق منه كمان ما بيعمل شيء لانه هيدا عم يطلع لنا المي من جسمنا لا اكثر يعني كبيت مي بيرجعوا ايه اكيد ما خص ابدا بعد معنا دقيقه ونص بدنا نجرب قد ما فينا نجاوب عم بحكي عن الصبح سبار هو افضل من اي وقت ثاني الكارديو الصبح على الريق اذا الاشخاص عم يعملوا كارديو على الريق كمان حكين فيهم كثير مهم لانه بيحرق الفات بطريقه كثير سريعه. ليش؟ لانه نحن على بكره بيكون الجي اش بجسمنا او الجروس هرمون كثير عالي وهذا الشيء بخلينا نحرق فات 1 و2 لانه الانسولين بيكون واطي بجسمنا وقت ما ناكل وهول الدو فاكتور مع بعضهم اللي الجي اش عالي والانسولين واطي بخلينا نحرق فات بطريقه كثير سريعه. مشان هيك الاشخاص يلي بده يبلش بسرعه شيء بيقلق اذا لا مش قصد بيقلق هو مش بيعطيك مثل الانرجي مش هيك افضل يكون قبل بالشيء 3 ساعات بس اذا كنت عم تعمل سبور مودريت ما بيقلقك بس كنت عم تعمل كلاسز وعم تنطنط اكيد بيقلق شوي. الاكل بعد الساعه 8 في عالم بيقولوا لك انه خلصوا سبور كذا بعد 8 ممنوع تاكله حتى قبل بيقولوا بعد هون هيدا بدنا نصلح المعلومه انه الاكل بالليل ما خصه اذا بنصح او ما بنصح يعني جسمنا ما بيقرا يا ساعه نحن عم ناكل حسب شو عم ناكل بير داي بهمنا نفوت كالوريز معينين اذا تخطيناهم ما بننصح واذا ما تخطيناهم ما بننصح. مثلا انا من الاشخاص اللي ما بقدر ما بلحق اكل بالنهار انا خلص شغلي على 10 انا بتعشى الساعه 11 او 12 بالليل اكيد افضل ما ناكل وقعات فيها كثير سكريات بالليل لانه نحن ما عم نتحرك وبالتالي هالانرجي ما عم تنصرف بس نقول انه اكل الليل بنصح واكل النهار ما بنصح اكيد منهم لينكت مع بعضهم ابدا لازم نعرف شو يعني مزبوط شو عم ناكل ونتابع كالورياتنا يعني قديش هو الافضل يتوزعوا الميلز اكيد اكيد افضل مش منيح دكتور انك ما عم تاكل خلال النهار لا بس عم بقول لك ادي خلص وقتنا بعد في كثير اسئله بعرف وانت كمان بعد معك كمان انا ما جاوبت على الاسئله مزبوط فاكيد حيكون كل فتره حتكون انت موجود كمان اكيد لا يعني نجاوب هالعالم على الاسئله يلي عم يسالوها بفتكر يعني ادي ثانك يو على المعلومات ثانك يو ثانك يو ادي بنشوفك كمان بحلقه جديده وهبه بشوفك الاحد الجاي ان شاء الله رد وخذ ديورينج ذا ويك كمان أكيد. بكل شيء رياضه بريك وبنرجع خليكم معنا.